ولا في أي مكان فعله، لكن هو يملك هذا الأمر في مكانين فقط، في السعودية وفي مصر. يعني مثلا في السعودية عايز يدعم نادي بيراميدز بمهاجم هداف، فأفضل مهاجم هداف الآن في نادي الهلال اسمه عمر خربين، ده سوري. اللائحة في مصر تسمح للسوريين باللعب في الدوري المصري دون أن يكونوا أجانب، ما يحتسبوش بقى. عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في مصر 3، هو عنده 3 خلاص، فمش هيقدر يضم لاعب أجنبي، فعشان يزود لازم يجيب لاعب سوري أو فلسطيني. طيب أفضل سوري اللي هو عمر خربين، ده في نادي الهلال. فزي ما أنا بنقل الألم ده من هنا لهنا، هو حينقل عمر خربين من هنا لهنا، من نادي الهلال لنادي بيراميدز. مين رئيس نادي الهلال؟ سامي الجابر، ماشي، أشهر لاعب في تاريخ السعودية، بس غيره على فكرة. ما أنا بقول لك أشهر لاعب في تاريخ السعودية، يعرف يعني إيه كرة قدم، يعرف يعني إيه قيمة لاعب زي عمر خربين، فطلب منه استغناء عمر خربين. فسامي الجابر بمنتهى الأدب والخجل قال له مش هنقدر نعوضه، يعني بلاش عمر خربين، يعني خلينا الهلال محتاجه. كان رد من تركيا لإيه؟ إقالة سامي الجابر، إقالة سامي الجابر وتعيين إكس الذي سيوافق على الأمر انتقال طبيعي، لازم يوافق طبيعي بالظبط. فده في السعودية، انت بتتكلم على السعودية، ده اللاعب السوري، ده اللاعب السوري. فالمسألة هو السعودية ومصر يسيطر على الرياضة وعلى كرة القدم فيهما سيطرة تامة.